هدنة من جانب واحد أعلنها التحالف والتزمت بها الحكومة، والطرف الوحيد الذي لا يعترف ولا يلتزم بأي هدنة هو ميليشيا الحوثي. هذا الوضع المختل دفع كثيرين للاحتجاج على مثل هذه الهدن التي لا تأتي إلا حين يستعيد الجيش الوطني زمام المبادرة ويحقق مكاسب على الأرض، وهو ما يسمح للميليشيا بإعادة تنظيم صفوفها ومن ثم إعادة هجماتها على مواقع الجيش الوطني. على مدى الشهر الماضي ظلت ميليشيا الحوثي تتقدم وتسيطر على مناطق واسعة كانت تحت سيطرة الحكومة، متسببة بنزوح الآلاف من المواطنين، ولم يكن هناك أي تحرك لإيقاف هذه العملية العسكرية. وعندما بدأ انكسار الهجوم الحوثي واستطاع الجيش تحقيق تقدم ملحوظ في بعض الجبهات، ظهر التحالف ليعلن عن هدنة تحت مبرر دعم جهود مواجهة فيروس كورونا. يقول البعض أن هذه الهدنة ليست سوى عملية إنقاذ من قبل التحالف تبعا لتفاهمات سعودية حوثية تجري بعيدا عن الشرعية منذ فترة، فيما يقول آخرون أنها هدنة مرتب لها منذ فترة وتأتي استجابة لدعوة الأمم المتحدة لإيقاف الصراع من أجل مواجهة الوباء العالمي. كما أن التقدم الذي حققه الجيش لا يساوي الكثير مقابل الفائدة التي يمكن أن يجنيها اليمنيون من إيقاف الحرب، لكن الحرب لم تتوقف. فبعد إعلان الهدنة بدقائق كانت ميليشيا الحوثي ترسل صاروخا على أحد أحياء مدينة مأرب، في حين لم تتوقف هجماتها على مواقع الجيش في أكثر من جبهة على مدى اليومين التاليين لإعلان الهدنة. للنقاش سيكون معنا من الرياض عضو مجلس الشورى السعودي سابقا الدكتور محمد آل زلفة، ومن نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. وأبدأ بالسؤال المشترك مع الدكتور محمد آل زلفة. أهلا بك دكتور محمد. دكتور محمد هل تسمعني؟ هي نعم أسمعك الآن. مساء الخير دكتور محمد، وأهلا بك إلى حلقة هذا المساء من فضاء حر. دكتور محمد، إذن جدنا هدنة جديدة يعلن عنها التحالف، كيف يمكن أن تؤثر على مسار الحرب اليمنية؟ العمل أن تتوقف الحرب، والهدنة هي مقدمات لإيقاف الحرب. هذا ما تتمناه كل الأطراف المعنية أو الحريصة على سلامة الإنسان اليمني. ولكن الإشكال مع ميليشيات لا تعترف لا باحترام هدن ولا بإجراء محادثات ومناقشات ولا بالتزام بقرارات أممية ولا باحترام للدماء اليمنية التي تسفك على أيدي هؤلاء الميليشيات، طالما هم يحققون ما يعتقدون أنهم يحققون انتصارات. هم لا يحققون انتصارات على حساب الشعب اليمني، إنما يحققون انتصارات لمصلحة من يأمرهم وهي إيران. ولذلك النوايا الصادقة من جهة التحالف ومن جهة الحكومة الشرعية واستجابة المطالب الأمم المتحدة وللظروف التي يعيشها العالم الآن، يعني عالم كورونا الذي يهدد العالم بشكل عام، ولا نريد أن يصل اليمن ليزيد اليمن أمراض على أمراض. هذه الهدنة التي استجابت لها الحكومة الشرعية واستجابت لها أيضا التحالف والأمم المتحدة والعالم كله رأى في هذه الهدنة أمل لإيقاف هذه الحرب التي لا يريد الطرف الوحيد الذي لا يريد لهذه الحرب أن تتوقف هي ميليشيات الحوثي. طيب أنقل السؤال المشترك وأبدأ به مع ضيفي من نيويورك أيضا الأستاذ إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام ومشاهدينا. إذن هدنة جديدة أعلن عنها التحالف، برأيك كيف يمكن أن تؤثر على مسار الأزمة اليمنية؟ أنا في اعتقادي أن هذا ليست هدنة، وإنما هي يعني
علاقات عامه للاستهلاك العام والاستهلاك الدولي الذي بات واضحا انه يشكل ضغطا على التحالف الاماراتي السعودي، وايضا الحوثيون من اجل ان يسمحوا للمواد الطبيه والغذائيه الدخول الى اليمن بشكل سلس، وخشيه من دخول مرض او فيروس هذا الوباء فيروس كورونا. وهذا اعتقد انه ما اتى به هذه ما تقال انها هدنه، ولكنها ليست هدنه، اسبوعين ليست هدنه. يعني ماذا سيعمل اليمنيون في خلال اسبوعين في ظل اغلاق تام للحدود وللموانئ والمطارات، وايضا منع اليمنيين من الدخول والخروج من بلدهم؟ انا في اعتقادي انها ليست هدنه، وانما هي مجرد وقاعة لذر الرماد على العيون أن المملكة والإمارات تسعى للسلام في اليمن، وهم بعيدين عن ذلك كل البعد. نحن يعني نحكم على ما نراه في الأرض، نرى أن هناك ميليشيات ممولة من قبل هذا التحالف الإماراتي السعودي، نرى أن هناك انتهاكا للسيادة اليمنية، نرى أن هناك حصارا للشعب اليمني. وبالنسبة للسعودية والإمارات من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، كلهم شكلوا بالنسبة لليمنيين كارثة ووباء، ويعني كانوا هم من تضرر منهم اليمنيين بشكل مباشر منذ 5 سنوات وليس منذ البارحة. ما يحدث اليوم وما يتحدث عنه وسائل الإعلام بهذا الضخم وهذا الكم الهائل من الإعلام على حدنا لمدة أسبوعين لا تعني أي شيء بالنسبة لليمنيين. اليمنيين يبحثون على إنهاء الحرب وفتح الموانئ والجزر واستعادة الشرعية، وأيضا إنهاء الانقلابات شمالا وجنوبا، بالذات الانقلاب الحوثي الممول إيرانيا، وأيضا الانقلاب الانفصالي الممول من قبل الإمارات والسعودية. هذا ما يبحث عنه اليمنيون، وليس مجرد هدنة لأسبوعين كون الإمارات والسعودية لا تقرم هدنة مثلها مثل ميليشيات الحوثي. طيب دكتور محمد الزلفة، إذن هذه الهدنة لا تعني لليمنيين شيء، وهي عبارة عن فقاعة وذر رماد، وجميع الأطراف متساوية من السعودية إلى الإمارات إلى الحوثي، الكل عمل على تدمير اليمن واليمنيين كما يقول ضيفنا من نيويورك. ما ردك؟ الرد هو من المستفيد؟ يعني هل السعودية فائدة من أن تستمر هذه الحرب؟ هل الإمارات العربية المتحدة أيضا فائدة من أن تستمر هذه الحرب؟ هل السعودية والإمارات فائدة من وجود مثل هذه الحرب من الأساس؟ من نسأل عن المتسبب والمستفيد؟ المتسبب الحوثي. الحوثي في 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 إطار دولة إرهابية اسمها إيران تحرك أذرعها في المنطقة، سواء في اليمن، الحشد الشعبي في العراق، حزب الله في لبنان، لا يهتمون إطلاقا بالدماء العربية. طيب يقول لك أيضا ليس المطلوب هدنة من أسبوعين، المطلوب إنهاء هذه الحرب. هذا الذي نتمناه، ولكن احنا أعتقد الذي قال لمدة أسبوعين، الهدف هو امتحان مصداقية الحوثي. هل الحوثي عنده استعداد لإيقاف الحرب والدخول مع الحكومة الشرعية في مفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة وإخراج اليمن من هذه المأساة التي يتسبب فيها الحوثي في الدرجة الأولى؟ لكن المشكلة طيب أنقل الحوثي طيب. ليس له استقلالية. تمام. إذن أستاذ إبراهيم القعطبي، أسبوعين مدة هذه الهدنة لأنها مرحلة تجريب لجدية وتفاعل الحوثي مع هذه الهدنة المطروحة. وأيضا ردا على سؤالك، اليوم نبحث عن المستفيد لنعرف من هو يستفيد من استمرار هذه الحرب. لا مصلحة يقول لك للسعودية والإمارات في استمرار هذه الحرب. اليوم المصلحة تحقق لإيران وذراعها المتمثل بميليشيا الحوثي الموجود في الداخل. أولا الإجابة على من هو المستفيد من ما يجري في اليمن، المستفيد بشكل واضح هي ميليشيات الحوثي ودولة الإمارات والسعودية. السعودية والإمارات لم تحلم أنها ستتحكم باليمن بهذه الطريقة وبهذه السهولة حتى 100 سنة قادمة. يعني مثلا اليوم الإمارات والسعودية حققت أهدافها من خلال بناء قواعد عسكرية على امتداد الأراضي اليمنية والشواطئ اليمنية. هناك عدة قواعد عسكرية للسعودية والإمارات في المهرة وفي حضرموت وفي البحر اليمني، في الجزر اليمنية، في الموانئ اليمنية،
تتسيطر على الموانئ اليمنية، فهم يستفيدون من ذلك بشكل مباشر. طبعا هم كانوا يبحثون على التحكم باليمن ككل، لكنهم مقتنعون اليوم بأنهم متحكمين بأهم المواقع الاستراتيجية في اليمن. الحوثي لم يعد يسبب خطرا حقيقيا بالنسبة لهم، هم مجرد إطلاق صاروخ هنا وهناك، لكن في حقيقة الأمر الإمارات والسعودية تتحكم بالجزر والموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية للجمهورية اليمنية، وبذلك هي مرتاحة بهذا الواقع وهذا الأمر المستجد. هم مستفيدون بدرجة أولى مما يحدث. يعني الشيء الثاني، الحوثيون أيضا مستفيدون لأنهم لم يعدوا مستهدفين من قبل هذه ما يسمى بالتحالف، أصبحوا يتحكمون بمناطق الشمال ككل ما عدا بعض الأماكن مثل بعض أجزاء تعز ومحافظة البيضاء ومأرب. لكن في حقيقة الأمر الجانبين والطرفين هما المتحاربان الآن، من جهة المملكة العربية السعودية والإمارات، ومن جهة أخرى الحوثيون. الكل مستفيدون، الكل الآن يحاول تطبيع الأمر الواقع الموجود الآن على الأرض، لأنهم الطرفان طيب حققا أهدافهم. إلى متى سيستمر الحوثي؟ إلى متى سيستمر الحوثي لا يعترف ولا يلتزم بأي هدنة؟ إلى متى؟ ولماذا يلتزم بهدنة ولا يوجد هناك لا ضغط لا سياسي ولا عسكري ولا أي ضغط من هذه الناحية؟ يعني كان الهدف من التحالف هذا والشرعية هو إنهاء الانقلاب والسيطرة على بقية مناطق اليمن، لكن هذا لم يحدث. اليوم التحالف السعودي الإماراتي لم يعد يستهدف قوات وميليشيات الحوثيين، فلذلك نتساءل لماذا هذه الهدنة وهم لم يستهدفوا لا قواعد عسكرية ولا تحركات للميليشيات الحوثي ولا تقدم ميليشيا الحوثي في الجوف وغيرها، فللعكس يسهلون لهم الطريق، وهذا ما بات واضحا. فلذلك أنا لا أعرف عن أي هدنة يتحدثون وهم لا يحاربون ميليشيا الحوثي، بل بالعكس يطعنون في قوات الجيش الوطني. سأعود لك أستاذ إبراهيم، ومن خلال التساؤل الذي طرحته سأعيد لك سؤال مهم. دكتور محمد الزلفة، قبل أسابيع ميليشيا الحوثي تقدمت في أكثر من جهة وحققت العديد من المكاسب واستطاعت السيطرة على نهم والجوف. الهدنة جاءت الآن فقط عندما بدأ الجيش الوطني يستعيد زمام المبادرة ويستعيد بعض المناطق. قبل أن أجيب على سؤالك الأخ القرطبي، أنا أتمنى أن يقول لنا بطريقة مقنعة ما هي مصلحة المملكة العربية السعودية في اليمن؟ ما هي أطماعها في اليمن؟ اليمن جار للمملكة العربية السعودية. شرح لك دكتور محمد، شرح ضيفنا من نيويورك وفصل ما هي الأهداف والأجندات السعودية الإماراتية. طيب دكتور محمد، أنت الآن تسأل وتقول تريده يجيبك بشكل واضح. هو فصل ضيفنا من نيويورك وقال أن لها أهداف في الموانئ والمنافذ وأنها تريد أن طيب ولماذا؟ لماذا يعني إيش أهداف؟ نريد باب المندب أن يكون آمن، هذا حقيقة، ولكن نريد حكومة قادرة في اليمن تجعله آمنا. نريد المياه البحرية، الملاحة البحرية سواء في بحر العرب، في خليج عدن، في البحر الأحمر تكون آمنة. عن أي حكومة تتحدث دكتور محمد؟ طيب دكتور محمد، عن أي حكومة؟ ما الذي تقصد به؟ طيب دكتور محمد، ما الذي تقصد به عندما تقول نريد حكومة تجعل اليمن آمن وتوفر له فرص الأمن والسيادة؟ عن أي حكومة تتحدث؟ عن هذه الحكومة هل لها مشكلة مع المملكة العربية السعودية؟ أم ما الذي تقصده أنت يعني؟ أنا أريد الحكومة الشرعية أن تفرض سيطرتها على كل أرض، على كل الأجزاء اليمنية، لأن طيب حكومة وما الذي قدمه؟ معترف جميل، جميل هذا الكلام، أنه اليوم السعودية تريد. طيب دكتور محمد، فوضويين مليوشويين ليس لهم أبدا هدف إلا إعادة اليمن إلى 1000 سنة في التخلف، لأنها انعكاسا لإيران. إذا الإمارات العربية المتحدة ما مصلحتها أنها تضحي بأبنائها وبأموالها في اليمن؟ هل اليمن مخزن ثروات هائلة تحرص عليها الإمارات ولا السعودية؟ اليمن أفقر بلد في العالم. حكاية الادعاء والخرافة، اليمن أكبر، ماذا لم أسمع، اليمن أكبر بلد في العالم من أي؟ لو في خير كان قد اكتشفوه اليمنيين من سنين، والشركات الأجنبية من سنين، والعالم كله من سنين، ولكن طيب الفوضى والاضطراب. طيب دكتور محمد،
طيب دكتور محمد اسمح لي عن اليمن تقول دكتور محمد الزلفة اسمح لي بهذه النقطة. ما أحد يطمع في اليمن، اليمن ليس فيه مطمع، المطمع أن يستقر، المطمع أنه يكون مستقر، لا يكون طيب اسمح لي طيب دكتور محمد الزلفة تسمعني؟ دكتور محمد الزلفة تقول أن المملكة العربية السعودية اليوم تريد لليمن أن تكون هناك حكومة تستطيع توفير له الأمن وأن تعمل على إنهاء الميليشيات المتواجدة التي تتبع إيران. ما الذي قدمه الأشقاء في التحالف من المملكة العربية السعودية لحكومة وشرعية الرئيس هادي حتى من أجواء وظروف حتى يستعيدوا البلد ويكونوا لهم سلطة القرار داخل البلد؟ ما الذي قدمته السعودية والتحالف؟ تستنكر ميليشيا الحوثي والشرعية اليوم والتحالف وكثير من اليمنيين يقولون السعودية والإمارات جلبت لنا ميليشيا في الجنوب. يا سيدي اليمن مصدر مشاكل منذ عرف التاريخ، ليس له ليس لليمن حتى في يوم من الأيام حكومة مركزية إلا بعد الحرب العالمية الأولى. العثمانيين ساند الإمام يحيى على أن يوحد ما استطاع توحيده من اليمن، خاصة في شماله وفي جنوبه وفي غربه، وفي غربه السواحل وتهامة وتعز بالقوة المسلحة، بقوة العثمانيين وبقوة سطوة القبائل الشمالية. اليمن لم يعرف حكومة مركزية إلا في فترات معينة، دائما مصدر للتدخل الأجنبي. المصريين دخلوا في الستينات، ماذا فعلوا في اليمن؟ يريدوا أن يقتضوا على ينقضوا على السعوديين، ولا يعرفون. عبد الناصر يقول ليس في اليمن حتى جات، ما وجدنا في جات. إذا معناته يا سيدي السعودية دولة مركزية محورية، لا تريد لها جيران فوضويين، تريد جار قوي قادر على أن يفرض الاستقرار. وما الذي عملته المملكة العربية السعودية خلال خمس سنوات حتى تدعم الحكومة وأن تكون اسمح لي دكتور محمد الزلفة، ما الذي عملته المملكة العربية السعودية خلال خمس سنوات حتى تكون هناك حكومة قوية في اليمن؟ لأن اليمنيين لم يتفقوا على شيء يا سيدي، اليمنيين طول عمرهم ما يتفقون على شيء. الشمالي يحارب الجنوبي، الجنوبي يحارب اللي جنبه، التعزي الشافعي يحارب فلان. طيب ما التحالف؟ التحالف متهم بأنه يفكي هذه الصراعات ما بين اليمنيين. يا دكتور محمد الزلفة تقول أن اليمنيين طيب لا دكتور محمد اسمح لي تقول أن اليمنيين بينهم صراعات كثيرة، والشمالي لا يحب الجنوبي والجنوبي يكره الشمالي. الإخوة الخليجيين ما الذي فعلوه غير أنهم أذكوا هذه الصراعات فيما بين اليمنيين؟ يا أخي لأن لو في اليمنيين عقل وحكمة، وللأسف كنا نقول الحكمة اليمنية. أنا أعتقد لا الكلام هذا مفقود. اليمن هو يعني الناس العقلاء، لكن ليس لدينا عقلاء في اليمن، كلهم فوضويين. يريدوا للأسف أو العقلاء انهزموا أمام الفوضويين، ونحن لا ننفي أن في عقلاء، ولكن العقلاء هربوا من اليمن، العقلاء تركوا اليمن، العقلاء ليس لهم كلمة في اليمن، الكلمة للفوضويين للمرتزقة الذين يدفع لهم أكثر يذهبون وراءه، اللي يدفع لهم قطر تدفع لهم تركيا يدفع لهم إيران تدفع لهم كذا، ويقولون عدونا الأول السعودية والدول الإمارات العربية المتحدة. يا أخي طيب. وأنتم ماذا عملتم أنتم لأنفسكم؟ وحدوا أنفسكم، وحدوا كلمتكم. طيب ننقل هذا الكلام المهم الذي تطرحه دكتور محمد الزلفة لضيفنا من نيويورك. دولة كبرى زي السعودية لن تسمح إطلاقا بقيام حكومة فوضوية في اليمن، لا حوثي ولا غير حوثي. حتى كمان الحكومة الشرعية إذا لم تتصالح مع نفسها، للأسف الحكومة الشرعية هي يا دكتور محمد في حديثك كثير البعض سيقول لك هناك مغالطات، وسأعد لك لأطرح هذه النقطة. كيف أن المملكة العربية السعودية لا تقبل أن يكون هناك فوضى في اليمن ولا تريد إلا حكومة وهي تدعم وتتغاضى عن تقسيم وتفتيت اليمن؟ أستاذ إبراهيم القعطبي تعليقك عما تحدث به الدكتور محمد الزلفة، يقول أن اليمن على مر التاريخ مصدر للمشاكل وأن لا للسعودية أي مصلحة في أفقر بلد على مستوى العالم. نحن لنا الفخر أن نكون أولاً يمنيون أصل العرب قبل أن تأتي هذه آل سعود وغيرها من مناطق لا نعرف من أصلهم ومن أين أتوا أولاً. ثانياً اليمن على مر التاريخ له دويلات شامخة، لدينا مملكة سبا، مملكة كتبان، عدة من الممالك اليمنية التي
تحكمت بكثير من مناطق الشرق الأوسط من أثيوبيا إلى ما يسمى الإمارات اليوم. كانت دويلات تعرف، حتى ذكرت في الإنجيل وفي القرآن وكثير من الكتب الأخرى قبل أن يظهر هذه السلالات التي طيب تتحدث دعنا عن نبتعد أنها عن دولة التاريخ قوية أستاذ إبراهيم ومركزية. قعطبي، اليوم اليمنيين أنفسهم هو التاريخ كما تذكر التاريخ أصلا. النقطة الثانية، ما استفادة النظام السعودي؟ نحن يجب أولا أن نفرق بين الشعب في شبه الجزيرة العربية، الأخوة العرب في المناطق الشمالية من الجمهورية اليمنية، وبين نظام آل سعود والتابعين له. النقطة الأهم هنا هو منذ قيام ثورة 26 أو منذ قيام نظام آل سعود، وهدفهم الوحيد والأوحد إبقاء اليمن في دولة أو الدولة الفاشلة بحيث يتحكمون بها عن بعد، وتظل هذه الدولة هشة. وهذا عمله منذ تمويل الإمامة ضد الجمهورية في 94، مولوا الميليشيات الانفصالية والقوى الانفصالية ضد الوحدة اليمنية. في 2011 مولوا الحوثيون وميليشيات صالح للانقلاب على السلطة، ليس فقط في اليمن، وإنما أرينا ما يقومون به في ليبيا وفي مصر وفي مناطق أخرى. فلذلك هم هذه الجرثومة السرطانية التي غرست لنا في الوطن العربي. فلذلك لا يجب أن نبتعد عن هذا الطرح كثيرا. وهو يقول أنه لا يوجد في الدولة في اليمن دولة مركزية، وأنه هم بحاجة إلى حكومة مركزية قوية. وأنا في اعتقادي هم من يحاربون هذا النظام الذي يتحدثون أنهم بحاجة إليه. في عدن، من الذي اقتحم يعني القوات الرئاسية؟ من الذي اقتحم وسيطر على المراكز الحكومية في عدن؟ يمنيون. أليست تلك لا، هو يقول لك أنه هذا دليل على أن اليمنيون فيما بينهم مختلفين ومتصارعين على مدى التاريخ، وأنهم لا يتفقوا، وبالتالي المملكة العربية السعودية لم تقبل بأن تكون هناك فوضى على حدودها. لا لا لا، هذا كلام ليس صحيح. يعني هم من قاموا بإنشاء تلك الشبكة من المرتزقات. اللجنة الخاصة لم تنشئ من الأمس، ولم تنشئ من 2011، ولا من الحرب القائمة. اللجنة الخاصة التي كانت تمول الميليشيات والمشائخ وغيرها لضعضعة الأمن والاستقرار في اليمن لها أكثر من عقود. اليوم بنفس الطريقة يقومون يحاربون الإصلاح باسم المؤتمر، ويحاربون المؤتمر باسم الإصلاح، ويمولون الانفصال باسم محاربة الحوثي، ويسمحون للحوثي بالتقدم باسم محاربة إيران. هؤلاء هم أساس المشكلة. إذا لم نوجه أنظارنا نحو السعودية وتدخلها السافر، نحن كيمنيين سنبحث عن حل. طيب، إذا هذه النقطة نكتفي بالنقاش حولها، حول مصلحة السعودية وعلاقتها باليمن. طيب دكتور محمد الزلفة، دعنا ننتقل إلى نقطة أخرى ربما هي في ذات السياق. هذه المرة أو الهدنة هي ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان عنها والتحرك من أجل إيقاف العمليات العسكرية في اللحظة التي يكون فيها الجيش الوطني يحقق إنجازات ويكون الحوثي في موضع الهزيمة. حدث هذا في إحدى المرات الأخيرة في الحديدة ربما. هل باتت اليوم المملكة العربية السعودية تفضل عدم هزيمة الحوثي، لذلك تتجاوب مع هذه الهدن وترعاها وتفرضها؟ يا سيدي، السعودية ترفض رفضا كاملا وجود أي فئة عميلة لدولة معادية للأمة العربية وهي إيران. الحاكم السلالي لو في اليمن خير، ما حكمهم 1% من الشعب اليمني على مدى 1000 سنة، اللي هو سلالة ما يسموه بسلالة البيت. لو فيهم خير، إن كان ما باعوا رقابهم وأنفسهم. طيب، ومن يحكم دكتور محمد، ومن يحكم المملكة العربية السعودية؟ ألا تحكمها أسرة آل سعود؟ يحكمها شعبها. أنتوا ليس يا أخي، الأسرة السعودية من الشعب السعودي، عربية أصيلة، يعني ليست عميلة، ليست وافدة من خارج اليمن. أنتم مشكلتكم مشكلة، لا تريدون أن تتصالحوا مع أنفسكم. دكتور محمد، أنا أريد أن أسمع. ولا تريدوا أن تتصالحوا مع جيرانكم. دكتور محمد، أنت ضيف عزيز. أنت دكتور محمد، أنا أريد. لا دكتور محمد، يبدو دكتور محمد عندما توجه الحديث. دكتور محمد اسمح لي،
عندما توجه الحديث وتقول أنتم أنت ضيف عزيز على شاشة بلقيس اليمنية الآن معنا، نحن هنا نتناقش، حتى أنا عندما أطرح لك تساؤل أو أقاطعك في الحديث أطرح لك تساؤل ربما قد يأتي في ذهن أحد المشاهدين، بالتالي لا مشكلة لدينا معك، وأريد أن تكون الأجواء إيجابية فيما بيننا. إيه لكن طيب لماذا تقول أنت؟ هل تعمل مقارنة بين بين أسرة سلالية؟ أطرح لك افتراض يعني قد يطرحه أحد المشاهدين من يتابعنا الآن. لم تورث لكم للفقر وتورث لكم التفكك وتورث لكم الإحن والمحن على مدى 1000 سنة من تاريخهم، وبين أسرة عربية عظيمة تحكم المملكة العربية السعودية بإرادة شعب المملكة العربية السعودية. أنتم مشكلكم مشكلة طيب اليمن. نحن الآن كيمني نريد أن نتخلص من توابع الإمامة، نريد أن نتخلص من ذلك، لذلك اعتمدنا على أشقائنا في المملكة العربية السعودية. والسؤال ما الذي قدمه الأشقاء لليمن حتى يتخلصوا من ذلك؟ دكتور محمد. طيب دكتور محمد، طيب بالنسبة للسؤال الذي طرحته عليك، توقيت الهدن وإعلانها، التوقيت الأخير يعيد طرح السؤال أنه اليوم السعودية هل تفضل عدم هزيمة الحوثي لذلك تتجاوب وترعى هذه الهدن؟ يا سيدي نحن نريد حوارا حوثيا مع الحكومة الشرعية، نريد الحوثيين يعودون إلى مخرجات الحوار اليمني الذين قرروا ماذا يريد اليمن من حكم في المستقبل، هل يريد يمنا واحدا ولا يمنين ولا 3 ولا 4 كما قرروا المناطقية والجهوية والى اخره حسب المذاهب وحسب الكذا، لان لا يمكن تتم وحدة في اليمن الا بقوة السلاح وليس بإرادة وليس إبراز الشعب، لانه قوة السلاح يتدخل فيها من هب ودب من كل مكان، من ايران من كل غير ايران من تركيا، الان تركيا جالسة في تعز تقتل في تعز وتقتل في كذا باسم الإصلاح، والإصلاح يخون الجيش الوطني والإصلاح كذا، والجنوبيين يقولون نحن لا علاقة لنا بالشماليين، يتمنون لو يتعاملوا وتعاملوا مع اللعن أعداء الأمة العربية ولا يتعاملوا مع الشمال اليمني. لذلك يا أخي حلوا مشاكلكم ولا حد يجيكم. اليدومي أعتقد أن قيادات التجمع اليمني للإصلاح هي مقيمة في السعودية في الرياض. يا أخي الإصلاح هذا مرفوض كليا، لا يستخدمه ولا إذا هم في الرياض فأنا أعتقد أنهم زمرة مرتزقة، لأنهم مرتزقة في إسطنبول ومرتزقة في مكان ما في بعض الدول الأخرى ومرتزقة كذا ينتظرون الفرص ومن يدفع لهم أكثر. لذلك نحن في السعودية دفعنا كثيرا لكي نضمن استقرار اليمن، ولكن يبدو أن اليمن أنه مستمر حكاية من يدفع له يحاربوا بعضهم بعض. احنا نقول لا، نريد حكومة يمنية قوية مدعومة عربيا لكي نضمن سلامة استقرار هذه المنطقة وعدم التدخل من اي قوى اجنبية. هذا واضح. طيب تركيا أستاذ واضح دكتور. استاذ ابراهيم القعطبي، اليوم هذا الرفض والتقليل من اهمية هذه الهدنة، وانت احد من يقول قال معنا في بداية الحلقة انها مجرد ذرماد وفقاعة ولا غاية ولا هدف منها، وكثير من قطاع واسع ربما من الناشطين يتفقوا معك ويقولوا أنه الرفض يبدو أنه غير منطقي حتى الآن، هذا الرفض لهذه الهدنة، فمهما كانت الإنجازات التي يحققها الجيش الوطني إلا أنه هناك هدف سامي ربما لتوقيف هذه الحرب الآن في هذه اللحظة بهدف مواجهة كورونا، واليوم ظهرت أول حالة ربما وأول حالة إصابة. أولاً الأسبوعين هذا كما ذكرت في بداية الحلقة، ما الذي سنعمل بأسبوعين؟ يعني لا تستطيع توقف فترة معركة تجريب كما أسبوعين يقول لك الدكتور محمد، واختبار لجدية الحوثي. أنا في اعتقادي أنه هذا زي ما قلت أنه الكلام هذا ليس له أساس من الصحة وليس له أهداف استراتيجية، وإنما هو مجرد للاستهلاك العام وللاستهلاك الدولي، بأن هناك محاولة لإعادة الناس إلى طاولة أو الأطراف إلى طاولة الحوار. أنا في اعتقادي أنه واضحاً من كل ما يجري على الأرض بأن السعودية والإمارات من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى مرتاحين للوضع القائم في اليمن، يريدون فرض الأمر الواقع داخل الأراضي بالطريقة التي هي الآن، يريدون تطبيع الوضع كما هو لأن الطرف قد حقق أهدافهما. هذا غير ذلك لن يأتي أنا في اعتقادي أي حل سياسي إلا باستخدام القوة والمقاومة لإنهاء
ليس فقط الانقلاب الحوثي وإنما لطرد جحافل وميليشيات التابعة للإمارات والسعودية في اليمن. هذا يجب أن يكون هو المشروع الوطني الجامع والعابر للأحزاب وللطوائف وللقبائل وللمناطق. يعني يجب أن يكون هناك تيارا جديدا مواليا للوطن وللإنسان اليمني بعيدا عن ما يجري في المنطقة. أما بالنسبة لما يذكره ضيفك من السعودية على أنه هم لا يريدون أن تكون هناك قوة تابعة لقوة مؤثرة في المنطقة أو تحاول ضعضعة الأمن والاستقرار في المنطقة، هذا كلام يباع للناس الذين لا يفكرون بجدية. يعني لو كانوا حقيقة يريدون محاربة من يتدخل في شؤون المنطقة، فلماذا لا يوجهون أسلحتهم وصواريخهم وطائراتهم إلى إيران؟ هي من تقوم بذلك على وجه العلن، وهي من تهرب السلاح ليس فقط للحوثيين وإنما لكل الميليشيات الشيعية على امتداد الوطن العربي. أين هي المنطقية في هذا الطرح؟ يعني أنت الآن ربما تطرح هذه الجملة في باب المناكفات، أن تتوجه تدخل في حرب مع إيران على ماذا؟ يعني أن لا يستخدمون شماعة الحوثي أنهم يحاربون الوجود الإيراني، بالعكس هم ما زالوا يقيمون علاقات دبلوماسية، وأنا أتحدث هنا عن السعودية والإمارات والتجارية بالمليارات مع إيران، لكنهم لا يريدون مقاطعتها. إذا كان الأجدى هو محاربة إيران وقواتها، فليبدأوا بالمقاطعة الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية وغيرها، لكنهم لا يفعلون ذلك. الهدف هو اليمن بسبب موقعه الاستراتيجي، بسبب الثروة الإنسانية والثروات التي لديه. لو أقامت دولة حقيقية في اليمن لأضاعت السعودية وغيرها من دول المنطقة. انظر إلى ما حصلوا ما أقاموا ضد دولة قطر. قطر يحاربونها ليس لأنها لم تكن من المحيط الخليجي، وليس لأنها، وهذا ليس موضوع هذه الحلقة. طيب أستاذ إبراهيم، هذا ليس موضوعنا الآن، ليس موضوعنا. ربما نحن نتناقش الآن في الشأن اليمني، وربما أقول لك أن الحرب حول صراع من يصبح قويا في المنطقة. تمام. طيب اليمن يتمتع بموقع جغرافي هام، بثروة بكل أنواع الثروات، ومن ضمنها الثروة البشرية. فلذلك أهم أهداف النظام السعودي والإماراتي هو إبقاء اليمن متناحرا فيما بينهم. فهم يمولون كل الميليشيات داخل الوطن، هم يقوضون الحكومة الشرعية، هم يتعاملون ويفتحون حتى محادثات سرية اليوم مع ميليشيات الحوثي الذين يقولون أنهم يحاربونها. فلذلك أهدافهم واضحة، لكنهم يريدون أن نبقى كيمنيين فيما بيننا متناقضين متحاربين، ونقتل بعضنا البعض من أجل أن يبقوا طويلا في هذه المنطقة. طيب دكتور محمد، أعود الدكتور محمد، اسمح لي أستاذ إبراهيم. طيب ننتقل لمحور آخر. الأمريكية سقط قضت 10 أيام. طيب ننتقل إلى محور آخر له علاقة والتساؤل حول هل هذه الهدنة هي لمواجهة كورونا أم جزء من التفاهمات التي يتم الحديث عنها السعودية الحوثية. دكتور محمد آل زلفة، السفير السعودي مؤخرا قال أن هناك تواصل يومي ربما بالحوثيين. إذا لم تكن هذه الهدنة من مخرجات هذا التواصل، ما الذي يمكن أن ينتج عن محادثات واتصالات يومية ربما؟ أنا أشك في عملية التواصل والمحادثات اليومية، حتى وإن قيلت على لسان السفير السعودي. الأمر واضح، نريد يمن مستقر، يريد يمن لا يتدخل في شؤونه أحد. نحن واليمن في رقعة جغرافية واحدة. الأعداء على مدى عقود طويلة، من التدخل المصري إلى التدخل الشيوعي في جنوب اليمن إلى كذا، كلها يخلقون هذه الأشياء لخلق مشاعر عدائية بين شعب المملكة العربية السعودية والشعب اليمني. وبكل أسف نجحوا هؤلاء، بدليل خطاب الأخ إبراهيم أنه لسه يكرر نفس المقولات التي كنا نسمعها من الخمسينات والستينات والشعارات العربية والقومية العربية وإلى آخره. نحن نريد يمنا مستقرا، لا ما هو يكرر يقول لك السعودية والإمارات لهم مطامع باليمن. أي طيب مطامع؟ نحن طيب الآن لنفترض أن هذه الهدنة قوة مساندة لنا. طيب دكتور محمد، حتى لا نكرر الحديث أرجوك،
لنفترض أن هذه الهدنة قد تكون مقدمة لإنهاء الحرب في اليمن، الآن هناك حالة رفض من الحوثي لهذه الهدنة لأن المملكة العربية السعودية كما تقول هي تريد أن ترعى مباحثات ما بين الحكومة الشرعية والحوثيين، والحوثيين يرفضون ذلك، يقولون لا ينفع أن تكون السعودية راعية للحرب وراعية للسلام في ذات الوقت. ما هي خيارات التحالف اليوم مع هذا التعنت والرفض الحوثي الآن؟ وأن توقيف هذه الهدنة عندما توقف العمليات العسكرية الأخيرة قد يصب ذلك في مصلحة الحوثيين ويؤثر على الإنجازات التي يحققها الجيش الوطني. إذا ارتضى الشعب اليمني بكل مكوناته أن يستمر الحوثي هو المتصرف وهو يده العليا بفوضويته وبسلاح الإيراني أن يضحي بالشعب اليمني في سبيل تحقيق مطامع إيران ومطامع 1% من الشعب اليمني اللي هم السلالة التي يريدون أن يعيدوا حكمهم على اليمن ليجعلوه متخلفا 1000 سنة أخرى، فهذه مشكلة الشعب اليمني. نحن نريد يمنا عربيا، يعني جزء من أرض الجزيرة العربية، شعبا وتاريخا وجغرافيا لا يتدخل في شؤونه أحد. نريده قوة لنا في الجزيرة العربية، حماية المناطق، حماية باب المندب، البحر العرب، الممرات المائية كلها، حتى إذا في اليمن ثروات، ثروة اليمن ثروة لنا جميعا، مثل ما هي ثروة السعودية الآن والإمارات ثروة لليمن. للمملكة في المملكة العربية السعودية أكثر من 3 ملايين أخ يمني يعملون يعيلوا أكثر من 3 ملايين أسرة في اليمن، بينما إيران لا تدفع إلا الصواريخ والأسلحة لقتل الشعب اليمني. لذلك أنا أريد لإخوتنا في اليمن أن يعوا ويدركوا تماما من هو الذي معهم ومن هو الذي ضدهم. المملكة ليس لها إطلاقا أي تطلع في الاستيلاء على شبر واحد من الأرض اليمنية. لدينا بينهم اتفاقيات وتحديد حدود وتحديد ممرات مائية وتحديد كل شيء، ما ليمني أن يقول شيئا. دكتور محمد، أنت تركز دكتور محمد أن تركز على السلاح الإيراني، تقول السلاح الإيراني، ماذا عن السلاح السعودي الإماراتي للأسف الذي كما يقول بعض قدم لبعض الأطراف اليمنية وعمل على إعاقة عمل الحكومة؟ يا أخي إذا كان هناك، بكل أسف السعودية على سبيل المثال، الإمارات يعني أيضا تريد أن هي دولة متقدمة تريد منطقة آمنة، ولكن إذا وجد حكم فوضوي مدعوم بنظام يعني دكتور، أين المنطق في هذا الطرح؟ هل اليمن يعني كيف أن الإمارات تريد منطقة آمنة في اليمن؟ يعني بأي حق اليوم في حديثك هذا يقسم اليمن ويوزع حصص ونسب؟ يا أخي لا 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 لا، تريد له الاستقرار. الإماراتيين يا أخي حينما جاء الحوثيين ودمروا العدن، ما هو دمروا عدن أليس كذلك بسلاح أيوه. علي عبد الله صالح دمروا عدن. من الذي حاول إعادة إعمار عدن ومطار عدن ومستشفيات عدن وطرق عمل وحتى كمان المواني في جنوب اليمن من المكلة والشحر وكذا إلا الإماراتيين؟ حاولوا أن يساعدوا اليمني لكي يكون يمني متحضر، يمني يعيش عيشة راقية، عيشة مطمئنة وله سيادته على أرضه. يا دكتور، هذا اللفظ غير مقبول. عندما تقول يريد يمني متحضر، هذا الكلام غير مقبول، يعني لا يجب أن يصدر منك هذا الكلام. للأسف أنت تنظر لليمن متحضر طبيعي وصاحب حضارة. وأي حضارة؟ أي حضارة؟ حضارة شو؟ حضارة حبشية وفارسية وحضارات سبائية. يجيب عليك الأستاذ إبراهيم، مع أنه كان هذا ليس موضوع الحلقة لكنها نقطة مهمة. لا تفضل في الإجابة عن أي حضارة. اسمع يا أخي العزيز، أنا أستاذ تاريخ ودرس تاريخ اليمن وعندي مؤلفات بتاريخ اليمن، أعرفه. أستاذ تاريخ، ولك كل الاحترام والتقدير، لكنك الآن أن تسيء لبلد وشعب، وهذا الكلام غير مقبول. أنا أحب اليمن أكثر مما يحبه كثير من اليمنيين الذين بينهم من العداوات والمناحسات والخلافات والمشاكل التي أدت إلى أن يبقى اليمن متخلفا وسيبقى متخلفا طالما هؤلاء الناس لا يريدون طيب لليمن. نحن ذهبنا في الحلقة إلى موضوع آخر دكتور محمد، كنت لا أريد أن نذهب إلى هذه المناحي. طيب تعليق أخير يعني على هذه النقطة دقيقة أستاذ إبراهيم عطبي. أولا نحن أصل الحضارة ليس فقط الحضارة في الشرق الأوسط وإنما على مستوى العالم. نحن أول من بنى ناطحة السحاب، نحن من لدينا
صنعاء القديمة أول مدينة بنيت على وجه هذه الأرض وما زالت قائمة. نحن قحطان وعدنان وكل ما له علاقة بتاريخ العرب وأصالتهم وكل شيء. هؤلاء المستجدون العرب لا أعرف لا 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 النظام السعودي وغيره. طيب لم يكونوا لا نريد أن نذهب إلى هذا السجال وهذا الجدال. لا لحظة. نحن لدينا العراقة والأصالة والتاريخ قبل أن تنشأ هذه الأنظمة الركيكة التي أتت بها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. نحن الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط الذي لا يوجد فيها أي قاعدة لا بريطانية ولا فرنسية ولا أمريكا. ولذلك من الواضح أن احنا محاربين لتلك الأسباب. أما بالعودة عن حديث خلنا نرجع إلى الحديث نفسه. أوكي. يعني بالنسبة لمدينة عدن وأنه يقول أنها تحال الإمارات بنت فيها واستعادتها، بل بالعكس نظام صالح النظام المخلوع الذي ثار عليه اليمنيون كانت عدن بحالة أفضل من ما هي عليه اليوم تحت إدارة الإمارة والسعودية والميليشيات، هما الذين قوضوا كل شيء، دمروا البنية التحتية، المجاري اليوم تسيل في كل مكان، الوضع الإنساني والحقوقي والسياسي وغيره كله متدهورا إلى ما لا نهاية. وأيضا كل إضافة إلى ذلك ما قام به الإمارة والسعودية من اغتيالات داخل مدينة عدن موثقة بشكل رسمي لكل ما قامون به تمام. بقتل دعني أخصص ما تبقى من وقت أستاذ إبراهيم للحديث حول مصير الهدنة المعلنة. طيب دعنا نخصص ما تبقى من جزء. دكتور محمد الزلفة، الحوثي لم يلتزم بالهدنة، بعد دقائق من إعلانها أطلق صاروخ على مدينة مارب ويواصل هجمات على مختلف الجبهات، هل سيواصل التحالف التزامه بهذه الهدنة أيضا؟ إذا استمر الحوثي في تهديد أمن واستقرار كل أي شبر من أراضي المملكة العربية السعودية سيلاقي أعنف رد. نحن أشهدنا العالم كله. فقط مشكلة السعودية الآن مع تهديدها والضرب والقصف عليها، لكن أن يستمر بأن يقصف مارب. طيب سؤالي كان واضح، سؤالي كان واضح، هناك تصعيد من قبل الحوثي. لو تطلق رصاصة واحدة من الحوثي على شبر واحد من الأرض اليمنية يعني من الأرض اليمنية على السعودية سيواجه بقوة. يعني نحن قدمنا أمام العالم رغبة في الهدنة، رغبة في سلامة اليمن، تبرعت المملكة العربية السعودية ب 500 مليون دولار إضافة إلى 25 مليون دولار عن سنة الكورونا. من قدم لليمن هذه المبالغ يا سيد القعطبي؟ من في العالم كله بيقدم ما تقدمه السعودية لليمن؟ واليمن جاحد للأسف، مشكلتهم الجحدان ويميلون مع من يذلهم من إيرانيين ومن أتراك ومن إنجليز ومن غيرهم. يا دكتور محمد، دكتور محمد أنا أرجوك، أنا كل ما أريد أن أتجاوز هذه النقطة تعود أنت ربما لما يفهم أنه إساءة. اليمن ليست بحاجة للمال السعودي الخليجي، فقط دعوا الحكومة اليمنية تعمل ونتحكم بمواردنا وثرواتنا والموارد اللي عندنا وكفى الله من شر القتال. من اللي بنى مدارسها؟ من اللي بنى مدارسها؟ مستشفياتها؟ طرقها؟ من هم اليمنيين؟ اليمنيين يعني كانت حكومة. تمام، هذا هو ليس لم يكن موضوع هذه الحلقة. أشكرك جزيلا دكتور محمد الزلفة. تمام، تبقى معنا وأختم بسؤال أخير مع إبراهيم القعطبي. من المفترض أن هذه الهدنة تؤدي إلى تحريك مسار الحل السياسي، الوصول إلى اتفاق شامل لإيقاف الحرب، هل تعتقد أنه مثل هذا الخيار بات قريب التحقق؟ لن يكون هناك أي هدنة ولن تتوقف الحرب إلا في حالة اتفق اليمنيين فيما بينهم لمواجهة الميليشيات الحوثي والميليشيات الموالة من الإمارات والسعودية وإنهاء التدخل السعودي الإماراتي في الشؤون الداخلية اليمنية. هذا هو الحل الوحيد لليمنيين، غير ذلك هو مجرد ترقيع، مجرد يعني تصادم اليمنيين فيما بينهم، مجرد تقسيم الوطن داخليا وخارجيا. هذا ما يبحث عنه السعودية والإمارات وأيضا ميليشيات الحوثي. ثانيا بالعودة إلى المساعدات التي يتحدث عليها ضيفك الكريم، المساعدات تذهب إلى الميليشيات التي تمولها السعودية والإمارات، تقوض الأمن والاستقرار اليمني وأمن واستقرار المنطقة ككل. نحن لسنا بحاجة إلى مساعداتكم، وإن نحن بحاجة إلى ابتعادكم عن تدخلكم في شؤوننا الداخلية. نحن اليمنيين سنحل يعني مشكلتنا في المستقبل. وحاول أن يتحدث أنه في حالة ضرب الحوثي السعودية بأنهم سوف يضربونه بقوة، فأنا باعتقادي هم فشلوا على مر 5 سنوات ماضية، لن يستطيعوا أن يضربوا الحوثي ولا ينهوا تواجده. أشكرك. ولن يستطيعوا
أن يقومون بذلك مستقبلا. الحوثي وجه صواريخه وما زال يوجه صواريخه إلى السعودية، ولن تستطيع السعودية. ورد عليك الدكتور محمد المزلفة، قال أنه لن يسمح وسيقابل بالقوة. طيب، أشكرك جزيلا أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، كنت ضيفي من نيويورك، وأيضا الشكر للدكتور محمد المزلفة ضيفنا من المملكة العربية السعودية. وأعتذر مشاهدينا الكرام لخروج هذه الحلقة عن مسارها ومحاورها بسبب الدكتور محمد المزلفة الذي أراد كأستاذ تاريخ كما قال أن يبحث في نقاط كثيرة ربما تشعبت بنا وأحدثت بعض الإزعاج ربما قد يكون لدى البعض. أتمنى أن لا يحدث ذلك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، نلقاكم الأسبوع القادم وحلقة جديدة من فضاء حر. كونوا بخير.